سنوات من العمل المستمر تمكن من خلالها الحرفيون السوريون من أبناء مدينة كفرنبي من تطوير مهاراتهم في صناعة الموزاييك ليصلوا بمنتجاتهم إلى مختلف دول العالم. هلق بفترة تقريباً 2002 هاي الحرفة كانت يعني الشغل فيها ممنوع شوي من قبل الحكومة، عطوني أول رخصة أنا في 2002. الشيء ساعدنا كتير على ممارسة هاي المهنة، وعندنا الضيعة كلها كضيعة كفرنبي وما حولها صاروا يشتغلوا بهالمهنة هاي، حبوها كتير لأنه عندهم ميول فنية، يعني بدها الإنسان ما يكون إنه حرفي بس، بده يكون عنده ميول فنية. والشغل الثاني إنه كنا نحن بقلب تقريباً المدن المنسية، هي عدة مدن رومانية كانت تابعة لولاية أنطاكيا، وكانت جميع القصور اللي فيها أرضيات كنائس، كل أرضيات الكنائس والقصور كانت من الموزايك. والشغلة الثالثة اللي كمان إنه غني المنطقة بالحجارة وبالألوان الطبيعية للحجارة، يعني حتى من قديم كانوا يشتغلوا بالألوان، وطلع عندهم لوحات، يعني متحف المعرة من أشهر المتاحف في العالم، طلع عندهم لوحات ضخمة كتير بغنى هاي القرى بالألوان والجبال بالألوان الطبيعية من الأحمر للأخضر للأسود، يعني فيها جميع الألوان تقريبا. كنا نحن دائرة ضيقة كتير، يعني أنا أخوي ابن عمي هيك، بعدين صرنا نعلم صارت توسع الدائرة لحتى المنطقة تقريبا يعني صار مثل مصدر للدخل، فهالضيعة في كفرنبي الفطيري يعني صار عدة ورش، صرنا 30 سنة لحد الآن عم نتعلم، لسا في شغلات جديدة عم نكتشفها في الحرفة هاي والموزايك. البدايات كانت شغل تقليدي أرضيات مثل ما كانوا يشتغلوا القديمين، يعني مع مرور الزمن والوقت والطلب مثلا كان بس أرضيات، صرنا نعمل لوحات شخصية لأشخاص، صرنا نعمل مجسمات، عملنا مجسمات، عملنا لوحات مثلا لوحات يعني بتجاوز شيء 500 متر 600 متر قطعة واحدة، وفي 1500 متر عملناها كمان. زاد الطلب نتيجة لأنه معرفتنا بالسوق العالمية، يعني مثلا هلق نحن منبيع بجميع دول العالم، وصرنا نعرف يعني كل شعب أشو بيهوى حتى من الألوان مثلا. الشغل الأول ما بدأ، يعني بدأ بشكل يعني بدائي، مع الوقت الواحد بدي يطور من نفسه. يعني نحن أول ما بلشت أنا ما كنت مثل ألق، يعني كان شغل بسيط عبارة عن هندسة نباتي، يعني شغلات بسيطة، بس هلأ صرنا نضيف يعني شغلات الرسم النافر لفوق، الحجر المكسر لفوق، نضيف الألوان الصناعية نمزجها مع الطبيعية، يعني صار في تطور. حتى يعني ما هو كل الناس بتحسن تشتغل نفس الشغل، يعني في عالم بتوقف عند حد معين، في عالم عندها شوية فن عم بتضيف للشغل، يعني بتحس اللوحة فيها نوع من الفن، ما هو نوع انه شغل بس. هلا هذا اسمه الحجر الماليس، يعني هذا صف واحد. الحجر النافر بيجي في الأبنية، في الآثار، في الورد بنحسن نعمل أشكال يعني نفر للورد، في البناء كمان بتحسن تعطي أبعاد النفر والحركات. أما في مثل هذا الشغل هذا بيجي ماليس، يعني الكسر لفوق فيك تشتغل أي لوحة، في صعوبة شوي بس بيعطي ألوان أجمل. هاي الفكرة يعني. هلق نحن أخذنا فكرة الموزايك يعني كلوحات كأشكال يعني بشكل عام، دخلناها يعني حاولت أعمل شغل خاص بس للنساء، يعني لأنه نحن نظرتنا للفن بتكون يعني أعمق. حاولنا مثلا الحجر اللي عم يشتغلوا فيه رجال بيكون مثلا على الصنطة، نحن نقصه شيء ناسي بالنساء بشكل عام، يعني يكون صغير. الحجر الكريم، الحجر يكون مثلا ميكرو موزايك، نحن عم نشتغل في شغلات تكون كتير دقيقة، شغلات بتخص النساء في الرسم في كل شيء يعني. ايه هيك يعني. وهلق حاليا عم نعمل دورات تدريبية كل فترة، من يعني بحاول مثلا قدر الإمكان يكون عندي 10 بنات بنعملهم دورة تدريبية، وبعدين هيك يعني بشكل متواصل لحتى يحسنوا يتقنوا العمل مزبوط، تصير عندهم مهنة يعني يشتغلوا فيها بشكل عام. يعني طبعا نحن هلا قسم النساء الحجر بيكون عندنا موجود، الموادنا غير الاكسسوارات بتكون مثلا تتحضر فاضية، قلادات الفضة، الحجر الكريم،
كله بيكون هذا خاص فينا طبعا. يعني كل فترة يعني بنحاول قدر الإمكان نطور. كنا بلشنا في القلادات اللي نحن بنقلها معدن، بعدين بلشنا في الحجر الكريم لأن حتى نلبس فضة، لحتى نشتغل، لحتى نعمل كامل التفاصيل اللي نحن فينا نشتغل فيها، حتى الوجه الحقيقي يعني يطلع لنا على الحجر الكريم مثلا القياس يكون 2.5-3 سنتيمتر.